بلاس فاسي باهي. انا ديجا ندخل بزنس مان صغير، معناتها عندي سون دو فورماسيون وعندي هكا كاليك بروجي. دونك خممنا باش نحلوا شركه عليا فلاحيه في مجلس ميم، تتمثل في غراسه اشجار وتربيه الماشي. باهي، لما بدينا المشروع هذا لو عندنا من جويلي نحن نخدم عليه، حضرنا في دي فورماسيون تابعة الولاية، وبعد كده بدينا في البروسيدير نتاع التأسيس. عملنا الجلسة الأولى اللي فيها الأعضاء المؤسسي، وخلينا التفويض وبدينا في الإجراءات القانونية. واليوم اليوم تعمل إعلان رسمي، أول شركة أهلية بمسني وثاني شركة بولاية نابلس. هي تو ديجا فيها 7 أعضاء، 7 أعضاء هذوما موجودين، هذوما المؤسسين. وتو كاين هنا باش نكملوا الاكتتاب، وإن شاء الله بعد نهار 6 نوفمبر يوفى معناتها الاكتتاب. 8 أيام بعدها هي ديريكت تصير الجلسة التأسيسية اللي هي يصير فيها انتخاب المجلس لها الشركة. اي طبعا فلاحي، وديجا نحن معناتها هما هي فلاحه عصريه مش فلاحه تقليديه، معناتها هي باش تكون نستعمل مثلا الطاقه المتجدده في نستغلوها في انه في الري وفي الطاقه الكهربائيه وكل شيء، باش نستغلوها بكذا باش نجم نعمل اكثر انتاجيه ان شاء الله بالشركه دي. هي متعمقه شويه في الكيمو في الكات ار اي، معناتها الثوره الصناعيه الرابعه. اكثر حاجه الثورة الصناعية الرابعة اللي هو انه كل حاجة باش نعملوا لها نحن انتليجنس ارتيفيسيال في وسطها، معناتها روبوتيك انتليجنس ارتيفيسيال في برشا حاجات، في انه في استعمال الروبوات وفي التحاليل معناتها البيانات اللي هما الداتا اناليز اللي تحكي لك.